وإيران تريد كتدفع بهم في هذا الاتجاه هذا مع رجل أحمق اللي هو شنقريها. كل طلب موافقة ديال الدول باش يشن الحرب على المغرب. شنقريحة هذا اللي كيسميه قائد ديال الأركان هو رجل العصابات ديال جلالة الملك. كانت في خطابات عادية احنا كنقولوا العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد على أهمية التعجيل بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر. كتفكر في الحرب. سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين. فعلا طلب موافقة للدول باش يشن الحرب على المغرب. هذا سؤال كيطرح. أولا من الناحية السيكولوجية شنقريحة هذا اللي كيسميه قائد ديال الأركان هو رجل العصابات. إلى مقر وزارة الدفاع من قبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة كما تظهر رجل ديال العصابات. باش نكونوا واضحين هذا رجل ديال العصابات، ما عنده علاقة لا بدولة بسميتها مثلا مؤسسة ديال الدولة ولا غيرها، ما كيعرفش تكون. هذا رجل ديال العصابات في المسار ديالو كامل. المسألة الثانية، المعلومات كتقول بأن شنقريحة المغرب كتعرفوا بأنه كان متزن، وكانت دعوات متعددة بأنه خصنا نحيدوا هاد الخلافات وخصنا نحيدوا هاد النزاعات ونفتحوا الحدود. العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد على أهمية التعجيل بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، وأشار إلى أن الأسباب التي كانت وراء إغلاقها أصبحت متجاوزة ولا يعد ولم يعد هناك أي مبرر لقبول أو مقبول لاستقبال استمرار هذا الوضع. كانت الدعوات ديال احنا اللي كانت دعوات ديال جلالة الملك كانت في خطابات عادية احنا كنقولوا عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. منطقة مغاربية، مصير مشترك، هذا الشيء قراه شنقريحة قراه بطريقة مغلوطة، فهموا فهم أخرى. واش انت كتجيك دعوات بهذا الشكل هذا وانت كتفكر في الحرب؟ سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين، لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد. كتفكر في الحرب هنا كيخطط الحرب وكيخطط الحرب مفاجئة. وبالمناسبة راه كان طلب الوضع ديال السيناريو مرات متعددة، ولكن خلينا نشوفوا غير هنا، نشوفوا المسار باش نعرفوا. دابا هنا كيخطوا الحرب، واش التبرير اللي كيقدموه؟ كيقول لك لا حنا عندنا العداء المغرب عقيدة. هي عقيدة هذه كنعرفوها. أذكر وأفكر بأن الجزائر وكيلة دائما لمبادئها في
في نفس الظلم والاستبداد وكل اشكال الاستعمار، وتسعى كاملة لاستبداد الامن في المنطقة ونصرة الشعب الصحراوي الشقيق وتمكينه من إقامة دولته والعيش في عزة وكرامة. هذه الدولة وهذه العزة يسعى العرش المغربي شاهدا إلى إرهابها وضربها عن طريق مناوراته الدنيئة وعن طريق مخططات مصالح أمنه التي تعمل على ضرب وحدة الصحراويين وتشتيتهم لكسر شوكة المقاومة لقطع الدعم عنها. العداء المغرب عقيدة، ترى ماشي هذا وسط العقيدة، راه العداء المغرب شنو هو؟ باش تبقاو حاكم، باش يبقاو حاكمين، باش العسكري يبقى حاكم الجزائري، هو في الواقع هو عداء الجزائري، غير شي حاجة كتضرب في بحال كتضرب هنا وترجع، هذا هو الفهم ديالك. هنا كيقول لك أودي، التفكير ديالهم كيقول لك أودي هذه عقيدة هما وراها بمعنى كتجدد حسب المستشارين والخبراء عندهم كتجدد. بدات ثمانية أكتوبر 1963 وقعت حرب بين الجزائر والمغرب أطلق عليها حرب الرمال. استمرت الحرب 29 يوم وتوقفت المعارك في 5 نوفمبر 1963 بوساطة عربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة مالي. واحد باش بدوا بالحرب ديال 63 اللي هما اللي هاجموا المغرب بالمناسبة، ولكن المغرب هما اللي داروا الهجوم في البداية ما ضبطوش الامور مزيانة، والمغرب هنا كان ممكن يوصل العاصمة الجزائر هذاك. من بعد كانت المغامرة ديال أمقالة واللي كان فيها سوء تقدير، باش نعرفوا شوية ردوا هذه المسألة، سوء تقدير ديال الكبرانات ديما كيضربوا الحيط هنا. من بعد كان الموقف ديال الجزائر لما دارت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار، بداو هما كيدفعوا في واحد الاتجاه آخر هذاك. نفت الأمم المتحدة علمها بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، وذلك فيما وصف بأنه توضيح خلال مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ردا على سؤال حول اتهامات سابقة من الجزائر للمغرب بقتل مدنيين خارج الحدود الدولية المعترف بها بواسطة أسلحة متطورة. طيلة العشرية السوداء ما حيتش عادة، استعملوا الأوراق لرجعتوا الحوارات ديال خالد نزار كيفاش أنا ذاك كيقتلوا في جزائريين وكيتهموا. شي اللي عرفناه هو المضارة كل جاية في الحقيقة من المغرب اللي كان خايب حرب ضد الصحراويين، مالاش حنا ماتي، ولكن هو اللي خايب لها. ولكن في هذيك الوقت ما كانش متمسك المغرب، قوات المغرب ما كانوش متمسكين، الصحراويين كانوا متغلبين. وكيقول لك المغرب العداء وكذا، والمغرب احتضن القيادات ديال الجيا وغيرها، شي اساطير اللي كاينه، رغم انه هما اللي خلقوا التنظيمات، رغم انه المغرب انا ذاك لو كانت شي دوله اخرى كان ممكن تدخل الجزائر كامله في هذيك المرحله، لان العسكر كان مرق ومازال مرق ومازال الملفات موجوده. ايضا في هذه المرحله ديال العشريه السوداء نظموا في البدايه ديالها داروا عمل ارهابي ضد المغرب اطلساسي، داروا كاين الشهادات. لو سالت احد الجزائريين عن هذا المشهد لاغمض عيناه، فلا احد هناك يريد تذكر ما حدث. هذا المشهد التمثيلي هو لقصه حقيقيه سيقت فيه طفلتان عنوة من قبل مسلحين إلى الجبال حيث يقيمون. واحدة من الطفلتين تمكنت من الهرب لتروي القصة لاحقاً، وكيف ظلت تبحث عن أختها التي لم ولن تجدها. اللي كان يدخل باسم أمين سكحال معروف، هذا الشهادات موجودة، فأتمنى أنك نشرتها موجودة ومكتوبة
بارسكو انا في اللحظه اللي تحكمت على بالي باللي في كل لحظه نقول لهنا نموت. داونا في طوموبيل يمشيو كل ما نشوف غابه ولا واد نقول هذروك يقتلون. هذيك الوقت هما كاينين موظف عند الدوله والله معلم والله مجاهد والله بوليسي والله هذو محكوم عليهم بالقتل ما بدون شروط. اما هذيك قضيه انه قال الله وقال الرسول هذا بالنسبه للشريعه انا كنت نشوف فيهم بعاد عليها تماما. هذو ناس محترفين في القتل فقط.